لفه جلاش تكون طازه كده وحلوه، عايزين سمنه تكون سايله وسيرب تقيل نعمله علشان بعد ما نطلع الجلاش من الفرن نسقيه ونسيبه لحد ما يبرد خالص، وبعدين هنحشي ايس كريم، وللتزيين ممكن نرش شويه فستق، وبالهنا والشفا. يلا بينا نحط كده بقى ايه السمنه بالشكل ده، وبعدين نعمل كده لفه الجلاش بتاعتنا. الجلاش لما بيبقى فريش بيبقى طري وجميل، ولما بيبقى بايت بيبقى وحش وحقشه، او يعني بايظ مش بايت، اللي هو بجد اللي هو ليه يا جماعه، ليه بتقفلوا التلاجة وتفتحوا التلاجة، يعني بيعرضوه لكمية مشاكل يخلوه في الآخر لما يوصل للزبون مش أحسن حاجة. مش كل طبقة بحط بصراحة سمنة، طبقتين ثلاثة وبحط، طبقتين ثلاثة وبحط، وممكن تحطوا كل طبقة أكيد مفيش مشكلة خالص. انا بحط تقريبا تحت حوالي 6 طبقات كده عشان تبقى ماسكه نفسها، وبعدين ناخد بقى الطبقات بتاعتنا دي اللي هي كلها على الجناب نتنيها جوه الصينيه كده بالشكل ده، فيبقى الطبقة اللي تحت طبقاتها كتير وحلوة كده وماسكة نفسها، بحيث لما تحشوها آيس كريم تبقى ماسكة نفسها كويس. كده هنا بقى هنحط السمنة تاني ونقفل كويس كده على الطبقة اللي تحت. الحشوة بقى ممكن تحطي السوداني مع شوية قرفة، ممكن تحطي السوداني بس، عين جمل بس، اي نوع مكسرات براحتك. ما احط شوية سوداني كده وهمكس كده بشوية من الفستق، بما اننا بنعمل بقلاوه تركي فبيبقى شكلها مهم، هما طبعا الفستق عندهم متوفر وبكثره، وبعدين نقفل عليها. يلا بينا نفس الحركه، هنعمل كده طبقه اتنين، انا ممكن اظبط بس الفيو بتاعي، ثلاثة، ونرش السمنة لو عايزين زبدة وزيت بيبقى تمام برضو، بس كتري الزبدة شوية وتبقى ريحتها ايه باينة، يعني نوعها هيبقى حلو وتبقى جميلة، ولكن السمنة بتبقى تحفة في الحلويات الشرقية دي بتبقى خطيرة. تمام نقفل بقى عليها، تعالوا بقى ايه نقفل كده لجوه بالشكل ده، تعملي كده تقفلي لجوه كده، وبعدين ماشي بجد اوكي، نقفل نعمل كده نسويها بس كده تبقى ايه كلها نفس السوى بالشكل ده، ونقطع اكيد قبل ما تدخل الفرن هنقطعها مثلثات. ده هشيله بقى في الفريزر عشان نستخدمه اكيد
في حاجة تانية. نعمل بيه بقى اي نوع من انواع المكشكشة اللذيذة دي. عايزين سكينة، يلا بينا. مثلثات بالحجم اللي انت عايزاه. عايزه ترشي سمنه تاني، رشي سمنه تاني، وبكده تبقى جاهزه لانها تدخل الفرن، صح كده؟ ثانيه واحده، عايزين بس نرش رشه سمنه كمان على الوش عشان تاخد لون. كده كده كده، ايه؟ هتطلع مقرمشه وخطيره. اه طبعا، هو اصلا البقلاوه روحها السمنه بصراحه، بس ايه كده تمام جدا. تدخل على فرن درجه حرارته 190 او 200، مفيش اي مشكله، بس عرف اللي في النص كده. هتاخد تقريبا حوالي 12 دقيقه 14 دقيقه، مش هتبقى اكتر من كده لو فرنك مظبوط على درجه حراره 190 او 200 ومتشغل من قبلها. هتطلع من الفرن هنسقيها بالشربات زي ما احنا شايفين، وناخد بقى الكلام ده بعد ما تبرد خالص، ولو احنا حابين ناكلها كده بناكلها كده، لو عايزين ان احنا نحشيها ايس كريم فبنحشيها طبعا ايس كريم. حاضر، من عينيا الاتنين حالا. انا مش هحشيها طبعا كلها، هاخد بس كده قطع واسيب لكم بقى انتوا ايه الباقي تشوفوه. نعمل كده اهو، ونجيب الايس كريم، بولت الايس كريم بتاعتنا. المعلقه فين؟ المفروض ان احنا نفتحها بالراحه خالص كده، نفصلها ونحط الايس كريم بالشكل ده كده، نتعامل مع الايس كريم. لا مش هعرف طبعا. ايه، اتوصوا شويه بالحشوه كده، رشه مكسرات او فستق بالشكل ده، ونقفل عليها ونكبسها كده كبسه بحيث انها ايه تبظ كده من كل حته بالشكل ده. وزي ما احنا شايفين دي كده بقلاوه بالايس كريم خطيره. بقلنا بس البرغل نغرفه ونبقى خلصنا. سهلة قوي من غير اي مجهود، اي نوع ايس كريم مستكة، اي نوع ايس كريم بالفانيليا بيطلع خطير مع البقلاوة بصراحة. والحشوة هي سهلة، مش مستاهلة خالص ان احنا نعم. ما انا هعمل كده. بمنتهى اللذاذة والبساطة بنبقى قدمنا الطبق بتاعنا بالشكل ده كده، بجد تحفة. ونرش شوية بقى المكسرات بتاعتنا هنا برضو علشان البقلاوة بتاعتنا، من عينيا حالا.